وليش وقف؟ ولا انت وقفت كنو؟ ليش وقفت كنو ليلة العيد؟ هو اللي طلع قرار كنو غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم اللي انا كنت احد اعضائه. فبداء المعلومة الصحيحة انه مجموعة من الاشخاص اخذوا قرار قانوني بحق لاعب وحق نادي. انت من ضمنهم؟ اي نعم. كم واحد كنتوا؟ خمس. الاربعة الثانية منهم اعطيني اسمائهم. اخونا فيصل ابو خلف، اخونا خميس الزهراني، كامل الموسى، فهد الحجيري. ايه وليش حملت انت هذه تعرف في ناس جالبين للاشياء، يعني جالبين لل كيف اقولها؟ ما ادري، جالبين للمشاكل يمكن؟ ما ادري، يعني هذه الاجابه الوحيده. مقتنع بالقرار؟ مليون في المية. مليون في المية؟ نعم. ايقافه مستحق؟ نعم. ليلة العيد كان قرار مثالي ولا كان ممكن تأجلونه يوم يومين؟ هو أصلا المسمى شوية مستفز للأسف. هو مش قرار ليلة العيد، هو قرار صدر من لجنة مختصة في وقت عملها وكان صادف إنه ليلة العيد. يعني احنا بس كل يعني الهلاليين وقتها كانوا يقولوا ليلة العيد ما خليتونا نعيد، أنتم تصدرون قرار ليلة العيد، لو إنه غير الهلال ما داومتم، ما شاء الله مداومين ليلة العيد. يعني هو الإشكالية اللي السؤال اللي سأل أعتقد في ذيك الفترة والحمد لله أشبع نقاش، هل غرفة تفضل المنازعات شكلت ثلاث مرات في وقت وجودي، هل صدر لها قرارات في العيد؟ كانت الاجابه بنعم في تشكيلها الاول والثاني والثالث. فهذه الاجابه على السؤال. صدرت قرارات في العيد قبل كذا؟ لجنه فرض المنازعات صدرت قرارات في العيد قبل كذا، لانها تنعقد شغاله ما موقف. وانت مقتنع بالقرار؟ مليون في المية. الان في حديث خلاف النصراوي الان قاعد يتكلمون على مشاركه كنو مع الهلال، انت ايش تتوقع كرأي قانوني؟ لا طبعا احب الوزراء وانا فيها وخارجها، لا اعتذر. ما تجاوب. ما حبت يعني. حتى من الناحيه الادبيه ما تبدي يعني تبدي رايك في قرار انت اصدرته يعني او لك علاقه فيه، فاتركه لاخواننا. انا قاعد احاول اتذاكى عليك شوي بس. يعني ذكائك ما شاء الله تبارك الله غير محل شك يا استاذ تركي، بس ما حصرحك رئيس النادي الاهلي في موضوع يخص نصر الهلال، ما اعتقد انه من الحكمه. بس مقتنع انه التوقيت ما كان القصد منه استفزاز الهلاليين. ما في احد حيكون عنده، يعني خلينا نتكلم على القرار الان، نطلع من الجانب القانوني عشان لا نكون نتكلم في جانب ما هو مثير للاخوان، لكن نتكلم في الجانب الرياضي. ما حد حياخذ قرار بهالحجم وهو مو مدرك ابعاد القرار وعارف هو منتظر مين، فما حياخذ احد اعتقد المملكه العربيه السعوديه قرار بهال خلينا نقول الحساسيه بدون ما يكون مستند. احنا كمان الاساس في عند الحكم لما تكون لابس طاقيه القاضي انك الناس الاساس فيهم خلينا نقول البراءه والنزاهه الا يثبت لك انه فعلا الناس دي قامت بمخالفه تستحق العقوبه. ولا احنا ترى اعتقد انا ومجموعه العمل اللي اتشرفت بان اكون جزء منها حيكون عندنا غرام انه نطلع قرار على اي نادي سعودي نطلع قرار يعني.